عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب، أربعة من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، دخلنا على مولانا أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. رأوا الإمام في حالة غير طبيعية جدا، حالة حزن غير طبيعية، فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري، ثوب غليظ، ثوب يؤذي الجسم عادة. وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرة، قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه، وأبلى الدموع محجريه من كثرة البكاء، المحجران أصبحتا كأنه إنسان بكثرة البكاء حدقة العين تتغير. وهو يقول: سيدي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يخاطب حفيده بكلمة سيدي، يخاطب الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه بكلمة سيدي، وهو يقول: سيدي، غيبتك نفت رقادي، جعلتني لا أتمكن أن أنام، وضيقت علي مهادي. قبل ولادة الإمام بسنوات طويلة، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هكذا يتحدث معه: سيدي، غيبتك نفت رقادي، وضيقت علي مهادي، وابتزت مني راحة فؤادي. سيدي، غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد، وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد. أنت تتأخر في الظهور، أنت تتأخر في القدوم، واحد بعد واحد يموت، هذا ينتظر يموت ولا يراك، الآخر ينتظر يموت ولا يراك، وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد، فما أحس بدمعة ترقى من عيني، وأنين يفتر من صدري، إلى آخر كلامه. قال سدير: فاستطارت عقولنا ولهن. ما هذه الحالة؟ الإمام يخاطب من بهذه الكلمات؟ وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل، فقلنا: لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك، من أي حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك؟ قال سدير: فزفر الصادق عليه السلام زفرة انتفخ منها جوفه، نفس، أخذ نفس عميق من الألم، وقال عليه الصلاة والسلام: ويلكم، نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم. هذا الكتاب ما هو كتاب مطبوع؟ لا، هذا كتاب خاص بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ما الذي يوجد في كتاب الجفر؟ هو الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، الذي، هذا الكتاب أين؟ الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده. وتأملت منه مولد غائبنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان، المؤمنون يبتلون في ذلك الزمان، وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته،
وارتداد، العياذ بالله تعالى، وارتداد أكثرهم عن دينهم العياذ بالله تعالى، وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال الله تقدس ذكره: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يعني الإمام يقول يعني الولاية، فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان. ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يبين بعض ما يرتبط بعصر الغيبة، بعض ما يرتبط بالظهور الشريف.